الحرب برسم العون الإنساني هي الحرب التي تشنها منظمات دولية تعمل في مجال العون الإنساني في اليمن. لا تحمل أسلحة من حديد، لكنها تؤذي كثيرا عندما تتخلى عن مبدأ الحياد وتنخرط في مهمات لا نهاية لها، من تزوير الحقائق وتبرير الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الميليشيا على اليمنيين منذ أكثر من عامين. حالة غياب كامل لمعظم المنظمات الإنسانية والإغاثية عن مسرح الأحداث في اليمن، إلا من شهادات غير نزيهة عن حجم الانتهاكات في محاولة مفضوحة للانتصار للقتلة ومجرمي الحرب. تعز أكثر المناطق عرضة لهذا النوع من التوظيف السيء للحياد الأممي، حيث يسجل دور معظم المنظمات الإغاثية قصورا فاضحا، وما تيسر من حضور لبعضها يصب في خانة إسناد ادعاءاتها التي تسوقها في دوائر صنع القرار في الغرب. البرلمان البريطاني استمع خلال الفترة القليلة الماضية لشهادة ممثلين عن منظمة إغاثية بريطانية تعمل في اليمن. جادلت تلك المنظمة في شهادتها الموثقة بأن تعز لا تتعرض للحصار، وأن الأمر ليس سوى تضخيم إعلامي. وفي السياق ذاته عملت اليونيسيف طيلة الفترة الماضية بالحد الأدنى من طاقاتها في مدينة تعز المحاصرة، لكنها تسدد ضربات قوية للوضع الإنساني المزري في هذه المدينة عبر إفاداتها المستمرة التي لا تشوه الحقائق وتبقي وضعا إنسانيا صعبا كالذي تعيشه تعز على هامش الاهتمام العالمي. منذ اندلاع الحرب غابت المنظمات الدولية وخبرائها عن ميادين الأحداث في اليمن بدواعي الأمن الشخصي الذي تزداد حساسيته وفقا لمعايير هذه المنظمات، لكنها لم تكف عن توظيف وكلائها المحليين في إتمام مهمة التغطية على الانتهاكات والاصطفاف المباشر وغير المباشر إلى جانب الميليشيا الانقلابية بوسائل عديدة، يجري تبييض سمعة الميليشيا بصفتها المعتدي الأكبر على اليمنيين. يتم ذلك عبر التركيز على الهراوة التي أتت أصلا لردع القاتل، فالطائرات بنظر هذه المنظمات ووكلائها هي من يقتل، فيما يجري غض الطرف عن الآلاف الذين ماتوا بتأثير القصف المركز والعشوائي والحصار والتدمير الممنهج لمصادر الحياة. سقط الحياد بهذا القدر من السلوك المنحاز من قبل المنظمات الدولية للقتلة في اليمن، وحينما يسقط الحياد فإن شيئا سيئا قد تغير في المبدأ الأخلاقي نفسه للأمم المتحدة ومنظماتها.